Bonsoir mes chers élèves, bonsoir mes chers collègues. Aujourd'hui, je présente une nouvelle émission pour Cairo Dar et aussi pour tous les élèves dans toute l'Égypte. النهارده هنقدم لكم حلقه جديده من حلقات اللغه الفرنسيه وبخاصه لا تروازيام ليسون الدرس الثالث كي يا ريزون. كي يا ريزون معناه من على حق او من السبب. Aujourd'hui il y a النهارده في il y a conversation محادثه entre trois supporters بين ثلاث مشجعين sort de stade de Caire خرجوا من استاد القاهره après avoir fini le match بعد ما خلصت المباراه mais il y a une défaite في هزيمه le trois supporters ثلاث مشجعين parle de la défaite de leur équipe بيتكلموا عن هزيمه فريقهم chacun a son avis كل واحد له راي il y a une personne il a dit notre avance entre خط الوسط n'était pas bon كانش النهارده bon on n'était pas en forme ما كانش في الفورمه واحد تاني يقول لا 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 le responsable c'est l'entraîneur ده المدرب واحد يقول لا 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 c'est l'arbitre ده الحكم يا مسيو اذا chacun a son avis كل واحد له راي يا جماعه النهارده بنتكلم على لا ديفيت الدرس ده خلي بالكم في التونسيون دي كتير في ثانوية عامة كقطع كتيرة جدا وكتير قوي يعني انا عملته كتير والحمد لله جيب النص فضل عند الله يا رب السنة دي تكون ان شاء الله فتحة خير علي وعليكم ان شاء الله بإذن الله ونكون كده بإذن الله امبون فور نشوف مع بعض كده هذا الدرس نمسك الدوكومون او نمسك اللي يا جماعة الرزيمي ملخص دولا ليسون عشان نفهمهم بيقول après avoir fini le match de football بعدما انتهت après avoir انا قلت كذا مره قبل كده après avoir معناها بعد ما ياتي بعدها participe passé اسم مفعول après avoir fini le match de football بعد ما انتهت مباراه كره القدم entre بين l'équipe de Caire بين فريق القاهره et l'équipe d'Alexandrie وفريق اسكندريه ما قلناش بقى الاهلي والزمالك قلنا l'équipe de Caire et l'équipe d'Alexandrie فريق القاهره وفريق اسكندريه trois supporters ثلاث مشجعين دي ليكيب دي كير ثلاث مشجعين من فريق القاهره بارل دو سو ماتش بيتحدثوا عن هذه المباراه شاكان الكلمه دي للمسكولا لو قلت شاكون للفيمينا شاكان اكسبليك دو سون افي كل واحد بيشرح رايه بوركوا لي ريكوب نا با غاني لماذا فريقهم ما فازش هنتكلم النهارده يا جماعه هعمل لك كده ديفيزيون تقسيمه اول حاجه Le premier supporter et le مشجع الاول dit بيقول que ils n'ont pas eu de chance. ما كانش عندهم حظ. Et surtout وخصوصا l'avant-centre خط الوسط n'était pas en forme ما كانش في الفورمه او لم يكن في كامل لياقته. Le capitaine والكابتن ماله كمان le capitaine avait mal à la jambe. كان عنده ألم في الساق، عنده ألم في رجليه. Et le goal, وحارس المرمى, avait de gros problèmes familiaux. كان عنده مشاكل عائلية ضخمة. Il leur dit, بيقول لهم, notre équipe, فريقنا, était la meilleure. كان الأحسن. Mais elle était démoralisée. لكنه كان محبط. ديموراليزي في اللغه العاميه ممكن متفكك سايب لكن النهارده ديموراليزي معناه محبط يبقى ده يا جماعه ده اراء المشجع الاول لو دوزيام سبورتير المشجع الثاني بيقول il n'y avait aucun jeu d'équipe طبعا كلمه جو الوحيده معناها لعبه ايكيب يعني فريق ايه لعبه الفريق نو باجيست il n'y avait ما كانش عندهم جو d'équipe يعني روح الفريق اللعب الجماعي وايه كمان اوكي استراتيجي ولا اي خطه لا كان في روح فريق ولا اي خطه ام قايل سيلون لوي قالهم كده بقول لكم ايه نصارح نفسنا ليكيب دي جونغي فريق اسكندريه ابيان جوي لعب كويس سيلون لوي وفقا له لونترينر اللي سال ريسبونسابل المدرب هو المسؤول الوحيد اخر حاجه لو تروزام سبورتير مشجع الثالث لو تروزام سبورتير انسيست سور لا ريسبونسابيلتي اربيتر بيصر على مسؤوليه الحكم هو الحكم اذا يا جماعه هنا طلعنا بدرس بايه تروا سبورتر ثلاث مشجعين سورت دو ستاد دو كير
خارجين من استاد القاهرة، شاكان اكسبليك سون افي، بيشرح في رأيه بوركوا لي ريكيب، ليه فريقهم نابا غاني. نأتي للأفعال والكلمات، نقرا مع بعض كده يا جماعة كده، قول معايا: غاني عكس بيردر، فافوريزي ميلانجي سيفلي ايغاليزي سولاجي permettre, être blessé, encourager, fausser, marquer, avoir chaud. الكلمات الاخرى، وارجو يا جماعه ما فيش فيها هزار، لازم احفظ الكلمات يا جماعه، دي لغه، لازم احفظ كلمات وافعال. سيتياسيون الحمد لله خلاص، كان الاول الطالب يقعد يكتب في الفرنسي توت ليكزامان، ما عادش الحمد لله، بقى كله شويه اختيارات. طيب نشوف مع بعض كده: لو سابورتور، l'avant-centre, l'arrière latéral, les milieux rallieurs, le compte rendu, un juge touche, une erreur, l'essence. هقول لك ايه اللي جاب بنزين هنا؟ لو فتحت كتاب المدرسه لقيت الكلام ده موجود. Les meubles en faveur de, démoralisé، قلت لكم قبل كده متفكك او سايب او محبط. Formel، تقليدي او رسمي. لإليه، الجناح، سواء جناح الجناح اليمين او الجناح الايسر. ان جوار، لاربيتراج، لي ديبو، البدايه عكس لا فان. لا ديفيت، خدنا قبل كده لا فيكتوار، الفوز. لا ديفيت، الهزيمه. لا فيكتوار، الفوز. ان سبيكتاتور، لي بيس ديتاشي، لي تير، اميكال، انديفيديال، ان تيران، l'adversaire. آخر الكلمات: violent, méchant, le vidur dur, le stopper, le milieu offensif. تاني هايدهم تاني: violent, méchant, le vidur dur, le stopper, le milieu offensif. في الجانب الآخر: un hors sujet, l'architecte, collectif, égoïste. ام بروبليم او لي بروبليم بيساوي كلمه لي زوبستاكل، المشكلات او العقبات. امون افي بيساوي كلمه امون اوبينيون، وكمان يا ولاد لو قلت امون بوان دو في، بوان دو في في وجهه نظري. سي فوالا. وسائل المواصلات بقول لك تذكر، خلي بالك بقى من وسائل المواصلات، اما اقول لك كده اقول جو في معادي، انا رايح المعادي. اون مترو، بالمترو. وممكن اقول جو في معادي par le métro. par امتى بقى؟ لو سبقت اداه اللي هي وسيله المواصلات باداه معرفه لازم اخد لها بار. هقول تاني الكلمات اللي عندكم يا جماعه على الشاشه: en voiture, en taxi, en tramway, à bicyclette, par le bateau. في الجنب التاني: en train, en bus, à pied, par l'avion, par le train. مكتوب لك فوق هنا اكزرسيس، ريبوندي بار لو فيديو او ريبوندي فيديو. ركز بقى يا جماعه، فيرب فير قلت قبل كده له معاني كتيره جدا. لو ده كده على الشاشه: الفي بو، الجو جميل. الفي شو، الجو حر. الفي موفي، الجو سيء. الفي موديري، الجو معتدل. الفي فروا، الجو بارد. الفي نوي، الدنيا ليل. الفي جور، الدنيا نهار. الفي سي ديفوار، هو بيعمل واجباته. اذا فيرب فير له معاني متعدده. نحفظ كلامنا كويس يا جماعه. ناتي لتمرين اكزرسيس تريز امبورتون، مهم جدا. ايه؟ لو قال لك انصح حد. احنا خدنا يا جماعه في ثانيه ثانوي العام الماضي دوزيام اني، خدنا كلمه الفو، يجب عليك. تدوا، يجب عليك. جيتي كونساي دو، انا انصحك بان. ولكن انا بنبه، لما انا كمدرس في جماعه في كوركسيون بصح اخر السنه، ابص الاقي الطالب كاتب لي تي فيري بيان دو، تي فيري بيان دو، يعني من الافضل لك ان، او من الاحسن لك ان. في هذا الجزء اعرف ان الولد هنا فاهم كونديسيونال، مضارع شرطي. تي فيري بيان دو، من الافضل لك ان. لما اقول لك انصح شخص، خلي بالك بقى، في عندك التمرين ده من كتاب الوزاره، فاقول لك لونترينور في غي بيان دو ريفوار سا استراتيجي، المدرب من الافضل له ان يعيد النظر في خطته.
يعني بعد الهزيمه بتاعتنا من غانا، فلما اجي اكلم مثلا انت مثلا او مدرب بيكلم بوب برادلي يقول له لونترينر في غيبيان دو ريفوار سا استراتيجي، المدرب من الافضل له ان يعيد في خطته. طيب في كتاب الوزاره بيقول لك دونان كونساي، اعطي نصيحه. اون اتيليزو مستخدمه الاكسبريسيون التعبير تي في غيبيان دو، يبقى ما ننصح حد. مثال بار اكزامبل، لو بقول لطالب يا جماعه طب انصح اخوك بانه يسمع درس الفصل، انا اقول له ايه؟ تي في غيبيان دو ايكوتي لا ليسون اون كلاس. طب لو قلت له بنصحه ما يسمعش الموسيقى اقول له تي في غيبيان دو ني با ايكوتي لا ميوزيك. ايه ده؟ ازاي يا مسيو؟ ليه ما خدتش ايكوتي حياته بالنيو با؟ اقول لك لا، طالما عندك الفيرب في المصدر ما ينفعش احطه ابدا بالنيو با. فاقول يا جماعه تاني تي في غيبيان دو ني با ايكوتي لا ميوزيك. تعال نشوف كده بعض التمرين بتاع كتاب الوزاره. بيقول لك اتون بيتي فرير اخوك الصغير كي في فوار ان فيلم على تيلي. انا عامل لك هنا بالنفي. تي في غيبيان دو ني با فوار ان فيلم على تيلي. ني با فوار. طب لو قلت له يا جماعه اثبات هقول له تي في غيبيان دو من عند انا بقول له تي في غيبيان دو اتيديي تي ليسون، تذاكر دروسك اوليو دو بدلا من فوار لا تي في. هعمل مثال كمان تاني اللي تحت. اتون كامراد لزميلك او لزميلتك كي في شونجي دو ليسي، زميلك او زميلتك عاوز تغير المدرسه، هتقول لها ايه؟ هتقول لها كده تي في غيبيان دو من الافضل لك ان، او من الافضل لك ان ريستي افيك نو، ابقي معنا او ليسي. طب في حاله النفي تي في غيبيان دو نو با شونجي دو ليسي، ما تغيرش المدرسه. ناتي لو قلت لك اعمل ديالوج او اكتب موضوع عن حوار بينك وبين ان فوتبالور او جوار دو فوتبول. تعال نشوف مع بعض كده يا جماعه كده السؤال، الاسئله كالتالي، نشوف مع بعض. ديبوي كون فو جوي او فوتبول، كومبيان دو ماتش فو افي غاني، كومبيان دو ماتش افي فو بيردو، فو انكوراجي اون اوتر ايكيب كو لا فوتر، Quelles sont les difficultés de ce sport? Quelles sont les difficultés de ce sport? On va le sujet le بعده. ده مهم يا جماعه بقى. Conseil pour une équipe de football. نصائح لفريق كره قدم. ده مهم. بقول لك il faut. تعالى يا جماعه احنا اتفقنا. لو حبيت تنصح وتقول لي تي في بيان دو اقول لك ماشي. il faut ماشي. تي دوا يجب عليك، جدي كونساي دو انصحك بان، كل ده مهم. انا كاتب لك هنا على اكران على الشاشه الفو جوي كولكتيفمون، الفو افوار لا كونفيونس، الفو سويفر لا استراتيجي، الفو اوبيير اوز اوردر دو لاربيتر، الفو اتر بريدون اي غاردي بيان لو بوت. ناتي بقى للموضوع اللي لازم الطالب يحفظه. طلب منك مدرس اللغة الفرنسية أن تعد مقالا لمجلة المدرسة عن مباراة كرة قدم بين فريق المدرسة وفريق آخر أو فريق المدرسة المجاورة، اكتب عن طريق أداء كل منهما وأسباب فوز فريقك. نشوف مع بعض كده. تعال يا جماعة، لما بحب أكتب موضوع هنتكلم لسه على الكلام ده في حلقة هعملها لك هنا هسميها حلقة الثمان درجات، إزاي تكتب خطاب بطريقة سهلة، إزاي تكتب رسالة، إزاي تكتب برقية، إزاي تكتب مقال. الكلام ده مهم يا جماعه. هو الجزء الاخير بقى، كان الاول في مشكله في الجرامير الحمد لله ربنا حلها. الوقت حاليا الجزء الاخير اللي هو عباره عن اللي هو الموضوع، خلاص انا هعمل لك موضوع ازاي تكتب خطاب ورساله وبرقيه، هديك كده الكلي المفاتيح. طب تعالى نشوف مع بعض كده يا جماعه كده. اياغ امس سيتي ان فات، كان حفل او كان عيد. نوتر ايكيب دي فوتبول ا غاني لو ماتش فينال، فريقنا الكره القدم فاز في المباراه النهائيه. كونتر ليكول فوازين، ضد المدرسة المجاورة. نو زافون بيان جوي، احنا لعبنا كويس. نوتر ايكيب ايتي اون بلان فورم، فريقنا كان في كامل لياقته. مي لوتر ايكيب ايتي فيولونت، لكن الفريق الاخر كان عنيف. إل ني افي اوكان جو دي كوب، لم يكن عندهم روح الفريق. اوكين استراتيجي ولا اي خطة. سي سون اونترينير كي لو ريسبونسابل، المدرب بتاعه هو المسؤول. Vive notre équipe، يعيش فريقنا. Vive notre entraîneur، يعيش مدربنا.
نأتي حضراتكم لآخر الحلقة وهي situation en français, مواقف بالفرنسية. نشوف مع بعض كده. L'équipe de football أو l'équipe ton ami a gagné, فريق صاحبك فاز, هتقول له إيه؟ أقول له quel dommage, يا الخسارة. Quelle bonne chance, يا له من حظ سعيد. Quelle bonne victoire, يا له من نصر جيد. طبعا بلا شك هي الثالثة. Pour connaître, عشان تعرف لي résultats de match في المباراة, هتقول quel est le score de ce match, نيك المباراة. Quand était le match, متى تكون المباراة أو متى كانت المباراة, ولا où est-ce que le match a eu lieu, أي مباراة أخرى. طبعا بلا شك هي الأولى, نيميرو 1. Ton équipe a perdu, فريقك خسر, هتقول notre équipe était en forme, فريقك كان في الفورمة. مش معقول. Il y avait une bonne stratégie, خطة كويسة. لا يا مسيو, l'arbitre a favorisé l'adversaire, الحكم كان في صالح الخصم. اللي بعده, situation en français. Pour exprimer le souhait, tu dis, عشان تعبر عن الأمنية, هتقول donnez-moi vos cahiers, اعطيك ورثتك. Je voudrais du café au lait, عاوز قهوة باللبن. لا يا مسيو, j'aimerais être médecin, أنا نفسي أكون دكتور. Pour exprimer la demande de cette leçon, عشان تعبر عن طلب مهذب, أنت هتقول, طبعا طالما الجملة آخر علامة استفهام يبقى هي دي demande d'information, طلب معلومة. أول واحدة, pourriez-vous me répéter cette leçon, monsieur, ممكن تكرر لي الدرس ده يا مسيو. طبعا الجملة آخر علامة استفهام وصيغة احترام, pourriez-vous, هل يمكن حضرتك. اللي بعدها, où vas-tu le week-end, هتروح فين في العطلة, ولا كومون فاتي ا ليكول, اذا تروح المدرسه تعالي الاولانيه. نيميرو 6, بور ديموندي بور اكسبريمي, عشان تعبر عن لي كونساي, عن نصيحه, تقول تعال لسه قايلها من شويه, تي فيري بيان دو فير اتونسيون, من الافضل لك ان تنتبه. اعتقد كده احنا غطينا تروازيام ليسون درس ثالث كاملا. ارجو من الطلبه يا جماعه, خلي بالكم درس ثالث بالذات, ارجو نحفظ كلماته ونحفظ المواقف كويس جدا. في اخر الحلقه أطلب من الله العلي القدير أن يوفقكم ويحفظ جهودكم بإذن الله, ونشكر كايرو دار على هذا المجهود الرائع اللي بتقدمه لطلبة الثانوية العامة. مرسي بوكو, مسيو عمرو حجازي, شكرا جزيلا.